تقدير هو عنده وقت حصة إضافية أخرى. أنا متصور ربما حتى لو معناها عطفناه بس يسدد زوج رميات حرة، مازال ثانية واحدة وعاطف ماوى عنده زوز رميات حرة، 85 85، مازال ثانية واحدة وعاطف ماوى عنده زوز رميات حرة في غاية الأهمية. ينزح الرمية الحرة الأولى عاطف ماوى، هو اللي جاب الحصة الإضافية بالتسجيل وربي كيف في الفترة في الأخير في الأربعين دقيقة ربيع على ذكر رمية حرة. عاطف ماوى وتسديد الرمية الثانية، 87 85 لسديدة القيروان والانتلاك الأخير، وتسجل تسجل السلة الأخيرة لنعيم بفلة، تسجل السلة الأخيرة لنعيم بفلة بطريقة ممتازة للغاية. مبروك للنادي الإفريقي ومبروك كذلك لشبيبة القيروانية على هالفريق الممتاز اللي عندها. نهاية المباراة تمت بطريقة يعني من الناس مشاهدوها كان في قاعات كرة سلة أوروبية أو أمريكية. في الحقيقة شبيبة القيروان قدمت مستوى عالي جدا في هذا اللقاء، وقبل أقل من ثانية كان فايزة بالبطولة. رمية يأسة في الحقيقة لنعيم في فلة، رمية يأسة لكنها تسوى 3 نقاط وتعطي أسبقية 88 87. أمامنا الإعادة، مبروك للنادي الإفريقي بأول بطولة في تاريخه في كرة السلة، مبروك لهالنادي اللي قاعد يقدم في مستوى ممتاز ممتاز عادة تاريخية. صلة عين في فلة في الحقيقة تاريخية، مبروك للنادي الإفريقي، مبروك لشبيبة القيروان على هاللاعبين الممتازين وعلى هالشبان وعلى هالاندفاع وعلى هاللعب إلى آخر الثواني. في الحقيقة بطولة حطمت فيها تسديدة من وسط الميدان، تسديدة أمام الإعادة نتاعها في وقت كان شبيبة القيروان تحتفل بالبطولة وفي وقت كان جمهور القيروان يستعد للاحتفال. رمية أخيرة قبل عصر ثانية إن صح التعبير من نعيم بن فلة تهدي أول بطولة للنادي الإفريقي. يعني لا مباراة أولى حسمت النهائي، لا مباراة ثانية حسمت، لا مباراة حاسمة، لا وقت قانوني ولا حتى 5 دقائق إذا اعتبرنا أن التسديدة الأخيرة تمت في الثانية الأخيرة. شكرا على المتابعة، مبروك للنادي الإفريقي، حظ أوفر لشبيبة القيروان، وعودة لزميلنا عبد الرحمن العاشر. شكرا ربيع، أجواء كبيرة على طريقة كرة السلة الأمريكية المحترفة. نمشي إلى فصل